الكلام الله بيرجعه وبيقوله مرة واثنين وثلاثة لتثبيت الأمر. النهاردة ممكن الرب يكون بيكلمك على أمر معين وانت عمال تقول ممكن كده، ممكن كلام ده يتهيأ لي، لكن الرب هيأكد كلامه على فم شاهدين أو ثلاثة. وبنشوف الكلمة دي والآية دي بتحصل هنا مع بولس الرسول. وقال له إيه؟ لكي تبصر. تخيلوا معايا واحد جبار بأس زي بولس، زي شاول، يعني واخدها بالطول وبالعرض، إرهابي مقتدر، عنده قوة وعنده سلطان، ومرة واحدة لقى نفسه إيه؟ أعمى، مش شايف. تخيلوا معايا إحساسه يبقى إيه؟ خايف، مرعوب، مش عارف إيه اللي جاي، هفضل طول عمري أعمى، هو إيه اللي حصل لي؟ هو ليه؟ لكن جات له الرسالة من حنانيا عشان يطمنه، قال له جئت ليك لكي تبصر. طمنه تاني. يبقى أول طمأنينة قالها له، قال له أنا جاي لأن يسوع اللي ظهر لك قال لي. يبقى دي حاجة ديفاين، حاجة إلهية، اطمن. الحاجة التانية، طب وحالتي دلوقتي؟ أنا في حالة دلوقتي عايز إنقاذ، بس أنا مش شايف، أنا مرعوب. جاله قال له بعتني ليك لكي تبصر.